هزت انفجارات عنيفة فجر اليوم الأحد منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية، وأكدت عدد من المصادر المتقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة كانت تحاول استهداف مطار حميميم العسكري الذي يعد أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا، حيث لم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة. ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم مشابه قبل 48 ساعة، إذ كان المرصد السوري أكد أنه سمع ذوي انفجارات عنيفة في منطقة جبلة وذلك فجر الجمعة الفائتة، وأكد عدد من المصادر أن الانفجارات ناجمة أيضا عن استهداف صاروخي من قبل فصائل مسلحة على مطار حميميم العسكري وسط تصدي دفاعات المطار للصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة العسكرية الأكبر للروس في سوريا. ولم يعلم إلى الآن الأضرار المادية أو الخسائر البشرية على خلفية هذا الاستهداف. للتحليل وللنقاش وللبحث حول هذا الموضوع من جديد أرحب بضيفي من الجزائر الدكتور ميشيل سطوف ناشط سياسي، وأيضا سينضم إلينا لاحقا من جدة السيد أبو توفيق الديري منسق عسكري في الجبهة الجنوبية. دكتور ميشيل مرحبا بكم من جديد. لطالما تم استهداف قاعدة حميميم العسكرية بين الحين والآخر، ولكن في هذا التوقيت بالذات ما هي الرسائل المراد إيصالها إلى الروس من وراء هذا الاستهداف برأيكم، ومن له المصلحة بذلك؟ نعم، كنا نتحدث عن إدلب ووصولا إلى حميميم. بالنسبة لإدلب قلنا أنه لا يمكن أن يبقى الوضع كما هو عليه، كما أنه لا يمكن أن يتم هناك اجتياح ولا أن تجري مصالحات قريبة كالذي حدث في مناطق أخرى من سوريا. إذن سيبقى هناك عملية العض بين فترة وأخرى مع هجمات معينة للضغط على الأطراف الأخرى، سواء إرضاء النظام والميليشيات بأن روسيا تدخل على الخط، الضغط على تركيا، تركيا تحاول بدورها أن تقول جبهة النصر أنها غير قادرة على الصبر إلى أمد أبعد، وبالتالي حتى الآن نحن نعيش مرحلة مخاضات التأثير وقولبة الأوضاع دون أن يكون في هناك حل قريب حتى على الصعيد العسكري. هنا تأتي يعني مخرجات أستانا التي كان في هناك غلبة لصالح الروس فيما يخص يعني إدلب رغم التفهم، لكن الضغط الداخلي موجود والعجز التركي قائم، فكان لابد من ما يسمى بقوى المعارضة والفصائل سواء محسوبة على الجيش الحر أو جبهة النصرة أن تقول أنا لا أقبل لا أستطيع لا دوريات روسية تركية مشتركة ولا أن أقبل بهذا التقزيم أن المسألة السورية قد انتهت وأن النظام السوري قد انتصر، فكان التأشير على موضوع حميميم كي يقال أنكم يا روس لستم الوحيدين القادرين على إنجاز صفقات وحل سياسي، خاصة عندما نعترف ونعلم أن اللجنة الدستورية تراوح مكانها ولم تتقدم خطوة إلى الأمام رغم كل ما قيل من يعني تصريحات بهذا الاتجاه. هذا المأزق هو الذي يدفع الأطراف متعددة كل من جهته إلى أن يقول أنني أنا في الميدان وأستطيع أن يغير قواعد اللعبة. اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من جدة السيد أبو توفيق الديري دكتور ميشيل، وسعود إليك سيد أبو توفيق، مرحبا بكم من جديد معنا في حديث اليوم. نتكلم عن استهداف قاعدة حميميم العسكرية، ولكن السؤال بحكم خبرتكم العسكرية، من صاحب القدرة على استهداف قاعدة حميميم الروسية رغم كل التحصينات العسكرية، رغم المراقبة الجوية والبرية يعني، وهذا الفاعل لماذا لا يتكلم؟ أولا تحية لك، تحية لضيفك الكريم. شكرا لكم. تماما، اللجوء إلى ضرب قاعدة حميميم هذه ليست أول مرة، روسيا تبحث عن تبريرات كثيرة وهي تواجه المجتمع الدولي وتواجه قرار صلب من التحالف الدولي أو بما يسمى بمجلس الأمن، دول مجلس الأمن، تماما، لأن اتفاق أدلب تم اتخاذه في مجلس الأمن، ومجلس الأمن هو من أعطى الشرعية لاتفاق أدلب. فإذا اللجوء إلى تفجير الأوضاع ونسف اتفاق أدلب هذا الآن بسبب المأزق الروسي، من يستهدف عسكريا تقنيا بكل الأوضاع، من يستطيع أن يستهدف قاعدة حميميم بهذه التحصينات التي نعرفها، وخاصة أن في المرة الأولى كان هناك اختراق، لكن تعدد المرات، فإذا هناك طرف على الأقل
تماما أثبت هو ارتباطه بالروسي نفسه ليعطي الروسي التبريرات لتحرك عسكري. كلما وصل الروس إلى مأزق شديد لجأوا إلى خطوات لتفجير الأوضاع أو لإعطاء نفسهم سبب لتفجير الأوضاع العسكرية. كي نفهم أكثر سيد أبو توفيق، من هي الجهة التي تستهدف المطار أو القاعدة يا العسكرية؟ سيد القاعدة العسكرية، الجهات التي هي مرتبطة بالروسي. مثل من؟ مثل من؟ بسبب... نعم؟ مثل من؟ لا نستبعد أطراف داخل النصرة نفسها. يعني الفترة الماضية والشهر الماضي حتى الناس البسطاء في إدلب لاحظوا وشاهدوا بأعينهم تواصل اللقاءات والاجتماعات بين الجولاني والروس من طرف، وبعض الأحيان يلتقي أيضا والروسي والتركي طرف في هذه اللقاءات. أطراف محسوبة على النظام، محسوبة على روسيا. تستطيع، نريد أن نؤكد على شيء، أن روسيا تجاوزت النظام بعلاقاتها إن كان مع أطراف المعارضة أو ما سمي معارضة مسلحة الذين التزموا الآن بالأوامر الروسية، وأيضا من أطراف أخرى داخل الأراضي المحررة. استطاعت روسيا أن تتواصل مع بعض الجهات هناك. فإذا إذا قلنا نحن، أعيد أن أكرر، إذا قلنا أن أول مرة حصل اختراق أمني، فليست روسيا الدولة التي تترك هذا الاختراق الأمني يمضي بسلام، وإنما هناك إجراءات على الأرض للحماية. وروسيا نفسها عبر بيان لوزارة الدفاع الروسية أكدت على التحصينات وأكدت على قدرتها لتدمير كل الأهداف التي تحاول استهدافها. طيب سيد أبو توفيق، يعني قبل أكثر من عام روسيا كانت قد اتهمت القوات الأمريكية المتواجدة في التنف بأنها هي من تقف وراء هذه الهجمات، وهنا في الحقيقة أود أن أسألك، يعني إن احتفظ من قام بالعمل السري بالعمل العسكري ضد هذه القاعدة بعامل كتمان، على أي مدى من الممكن أن يتكرر سيناريو ما تعرضت له القوات الأمريكية سواء في العراق أو أفغانستان؟ يا سيدي الكريم، لم تثبت التحركات العسكرية على الأرض أو مصدر هذه الطائرات المسيرة، لا تستطيع أن تقطع المسافة من التنف إلى شمال حميميم. هذه مسافة كبيرة، وهذه مسافة لابد من دولة كبيرة أن تقوم بها. فالأمريكيين يعرفوا أنهم ليسوا الوحيدين الموجودين في الأجواء، فهذا احتمال ضعيف جدا تماما. التقنية البسيطة من درون محملة بقذائف، وهم الروس اعترفوا أنها طائرات مسيرة ومن مسافات قريبة لا ترصد هذا الرادارات. فإذا الموضوع يتعلق بمحيط حميميم، وأنت تعرف أن محيط حميميم خاصة القريب من الحدود التركية هناك فصائل بعينها موجودة إما تتبع لتركيا أو فصائل تتبع للنصرة موجودة، ووجود الجيش الحر هناك أصبح وجود ضعيف، لكن هذا الوجود يكتسب قوته لأنه يمتلك أماكن استراتيجية أو مواقع استراتيجية. فإذا الروس يعرفوا من عدوهم الذي هم يسيروه تماما. طيب، لاحظ أنت أن هذه الاعتداءات تمام لم تأتي بالفائدة التي نحن أو من اعتدى يترجاها، كما حصل في المرة الأولى كم طائرة، أكثر من 10 طائرات دمرت على الأرض ومروحيات وزخائر. أما الآن فصار عبارة عن ما سموا اعتداء، يطلعون على الصور ويعطونا صور الاعتداءات الأخيرة، تراها إذ عملية بروبيغاندا إعلامية. في الحقيقة هذا ما دفع العديد من المراقبين للتساؤل حول ما إذ كانت الفصائل المسلحة أو حتى التنظيمات الراديكالية هي من تقف وراء تلك الهجمات لكانت قد أعلنت ذلك، وربما قد يزيد من خزانتها هذا الأمر. اسمح لي أن أعود إلى ضيفي من الجزائر السيد أبو توفيق. دكتور ميشيل، في الحقيقة كنت قد ذكرت للتو لفتت لما صرح به الرئيس الروسي حول أن النظام السوري خرج منتصرا في الحرب الدائرة بالبلاد، ولكن هكذا هجمات ألا تثير إشكاليات بالنسبة لهكذا تصريحات؟ نعم، أولا يجب الاعتراف أن وجهة نظر الصديق أبو توفيق هي واردة، يجب أخذها بعين الاعتبار ولو من باب الاحتمالات، مع الاعتراف أن النصرة لها مصلحة بالتهديد أن لا تهجموا
بحشود كبيرة على إدلب لأنها هي التي تكون معنية، وأيضا أطراف محسوبة على تركيا يمكن أن تبادر من ذاتها أو بطلب ما بشكل تهديد مطار حميميم، والقول أن هناك قوى قادرة أن مرة أخرى أن تعيد اللعبة وقواعد اللعبة من جديد. تصريح بوتين أنا بتصوري الحقيقة تصريح ينم عن ضعف في الموقف الروسي وليس عن قوة، وهو مصدر للخارج ومصدر للغرب ومصدر للقول لتركيا أنه لا حاجة أن تعتمدي على يعني قوى خاصة أو تابعة لك، لكن في الحقيقة يقع هو في مأزق تصريح بوتين من ناحية عمليات تنظيم الدولة شرق السخنة وفي البادية دمشق، تظهر أن النظام وحتى التحالف والروس لم يستطيعوا أن يقضوا على داعش تماما. أيضا يقع في تناقض عندما يتحدث ويسلم بوجهة نظر أن هناك إرهاب شرق الفرات كما هناك إرهاب غرب الفرات، وبالتالي القول بهذا الشكل يجعل أن النظام لم ينتصر والروس لم ينتصروا أيضا، وتهديد حميمين بالذات يعني أن أيا منهم لم ينتصر. لذلك أعتقد أن هذه التصريحات استهلاك إعلامي ولتقوية الموقف، ويعني صراحة لتغطية يعني كلام بدون رصيد على الإطلاق. بالعودة إليك سيد أبو توفيق، في ظل تعدد الاحتمالات والدوافع للجهة التي قد تكون قد قامت تقوم بالهجمات العسكرية على قاعدة حميميم، السؤال يعني في ظل هذه الخروقات الأمنية إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر ذلك على الوجود العسكري الروسي في سوريا برأيكم؟ اولا اضافه لكلام الدكتور ميشيل اللي هو اقرب الى الواقعيه والذي يحصل بما يخص الموقف الروسي، الروس الان في موقف لا يحسد عليه بسبب انهم تعصبوا الى موقف معين بالمعالجه الاحاديه في المساله السوريه. عسكريا على الارض هم على جبهات تمام تختلف في التعاطي معها، ما زال جبهه الجنوب مفتوحه، ما زال جبهة البادية مفتوحة، ومسألة شرق الفرات تمام اعتبرت بالنسبة لهم أن خطأ الفادح الذي ارتكبه وزير الخارجية سيرجي لافروف بموافقته. السبب في هذاك الوقت كان يطمع أن يخفف الضغط عن العاصمة دمشق تماما، فوافق على أن يسخر أن يدفع بقوته باتجاه أطراف العاصمة مقابل أن يتخلى عن شرق الفرات. الآن شرق الفرات أصبح ركيزة قوية للتحالف الدولي للانتقال إلى معارك أخرى. أما ما وصل إلى الروس أنهم وقعوا في وسط سوريا في منطقة مترامية مفتوحة فلا يستطيعوا أن يسدوا هذه الجبهات، فترى التصريحات المتضاربة والمتناقضة لهم. هذا التخبط الروسي سببه أولا أنهم في أهدافهم يحاولوا أن يمشوا منفردين، ثانيا أطراف أستاني نفسها أطراف متناقضة في الأهداف، كل من يسعى إلى هدفه يبقى الآن متى يلتقي الأتراك مع الروس ومتى يختلفوا، نقاط الخلاف بينهم أكثر من نطاق الاتفاق. أعيد إلى سؤالك، قاعدة حميميم هل تمتلك قاعدة حميميم قاعدة أمنية أو مكان آمن؟ ليس مكان آمن، أنت في حرب، عندما تفرض حرب وتدخل حرب فعليك أن تتحمل أن إما أنت قاتل أو مقتول، فتعتبر قاعدة حميميم هدف إلى كل الأطراف. نعود إلى النصرة، النصرة قاتل مأجور مدفوع الأجر، فهو مستعد، هو متفق مع الأتراك ومستعد أن يمشي مع الروس لأنه موظف مأجور ينتقل من مكان إلى مكان. طيب حسب المهام المكلف فيها. سيد أبو توفيق، هذا ما الكلام الذي تفضلت به حول النصرة، يعني هل هو كلام بنيته وفقا لتحليلكم الخاص أم بناء على مصادر خاصة؟ لا يا سيدي، النصرة نحن من سنوات وإحنا نلاحقهم وبينا للعالم وللدول أنهم عبارة عن فصيل استخدم تماما من الإيرانيين، بالتحديد من الإيرانيين تمام، إلى تدمير الثورة السورية تمام على مدى السنوات، واجهناهم بأعمالهم القذرة من قتل المناضلين، قتل الناشطين المدنيين على الأرض، من التآمر علينا، من اتصالاتهم مع النظام وغيره.
أنا أشكرك كل الشكر ضيفي من جدة السيد أبو توفيق الديري، منسق عسكري في الجبهة الجنوبية، حدثتنا من جدة. شكرا لكم على كل هذه الإيضاحات، وشكرا لضيفنا من الجزائر الدكتور ميشيل سطوف ناشط سياسي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نفتح ملفنا الأخير لحديث اليوم.